بس معلم دلوقتي في الموديول 3 Creating and Managing a Custom MMC هناخد الـ Exercise 2 صغير جدا. كل الفكرة بتاعته هو add a snapping to MMC، عايزين نضيف الـ Event Viewer. والـ Event Viewer دوت يعني حاجة كده بتقدر تعرض لي الـ Event اللي بتحصل أو الأحداث اللي بتحصل، بيقدر يعرض لي الأحداث اللي بتحصل على يعني وأتابعها يعني. فانا هفتح الادمن بتاعنا دوت، الفايل بتاعنا احنا كنا اتكلمنا عليه ده، عشان يفتح لي الكونسول. فتح لي الكونسول بالاعدادات اللي احنا كنا مختارينها قبل كده. خلاص هاجي كده من قائمه فايل واقول له اد او ريموف سنابين، وهاجي كده اضيف حاجه اسمها ايفنت فيور، واقول له اد الايفنت فيور دوت. تمام، بيحاول يأدها. تمام، قال لي سيليكت الكمبيوتر اللي انت هتأد عليه الايفنت اللوجز بتاعتك، واللوج فايل كده بيكتب فيه كل الحاجات اللي بتحصل. طول على نفس الجهاز اللي انا موجود، ايه اللي انا موجود فيه. اوكي ده خلاص كده، خلاص نزل كده دوت. انا بيلي حق ان انا اتابع وراقب واحسن واشوف الرسائل واتابع الرسائل، سواء كانت الخاصه بالويندوز او اللي كانت او من اي برامج ايه اي من او من اي برامج تانية. بعد كده هم قال له اوكي، واسيب الكلام ده من فايل سيف كده. خلاص وبكده يكون خلصنا الاكسرسايز نمبر 2.